Hadi biz de buradan gidelim. ضيوفنا الأعزاء أهلا بكم في مطار شيكاغو هذا الدولي. التوقيت المحلي يشير إلى تمام الساعة 4:17 مساء. درجة الحرارة الخارجية هي 14 درجة مئوية، أي ما يعادل 75 درجة فهرنهايت. لسلامتكم يجب التزام المقاعد إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وأن تزال إشارة فوق الأحزمة. نود إعلامكم أن التدخين ممنوع في مبنى المطار وبإمكانكم التدخين في الأماكن المخصصة لذلك. نذكركم بأخذ جميع أمتعتكم اليدوية عند مغادرتكم الطائرة. نشكركم لاختياركم الملكية الأردنية US Airways American Airlines وتحالف الونهود، وتمنينا لكم إقامة سعيدة في شيكاغو.